بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا شك أن صاحب الفخامة ديوكليتيانوس يرجح مصالح فيلادلفيا على كافة الروابط العائلية، لذا أرى من واجبي أن أقول إنني على يقين من أن السيدة هيلين موحدة مثل زوجها ماكسيميليانوس، ولا تعبد آلهتنا يا صاحب الفخامة. ولا يخفى على أحد أن نواياك المشؤومة تدفعك لقول مثل هذه الأباطيل، إنك كذاب لا أكثر. هل تستطيع إثبات ادعائك يا جوليوس؟ سأثبت ذلك. وهل لديك دليل؟ نعم، وسأقدم كافة الأدلة وكل الشواهد يوم تشكيل المحكمة. وتيقن إن عجزت عن تقديم تلك الأدلة سأقطع رأسك بنفسي في تلك المحكمة. أنا موافق. وأما أنت فإن ثبت لي أنك مسيحية على دين زوجك فسأدفنك أنت مع ابنك أحياء. اذهب.
لا فائدة من كل هذه التهديدات. ستنسى كل هذه الخيانات عن قريب، ويبقى الموحدون يواصلون نشاطاتهم ونشر عقائدهم وأفكارهم يا ديوكليتيان. سنرى. يا صاحب الفخامة، أرى من الأفضل أن تدون هذه الحادثة على لوح يحفظ في القصر، كي تكون عبرة لجميع الموحدين، ولكي لا تمحى عقوبة الخونة من الأذهان. أحضر الكاتب. أيها الكاتب، انتظر يا سيدة هيلين، أريد أن أتحدث معك. اسمعي يا هيلين، إنني أستطيع صرف النظر عن الإدلاء بشهادتي ضدك في المحكمة. إن لم تفكري بنفسك، فكري بولدك. بولدك. اطمئني، لو قبلت الزواج مني فسوف. كن مطمئنا، إنك ستأخذ هذه الآمال معك إلى القبر. إنك ستعودين إلى رشدك عندما تشاهدين التراب ينهال على إركميد، وعندها يكون قد فات الأوان. فكري قليلا يا هيلين، بإمكاني أن أسعدك. إنني على دين زوجي، وأبغضك وأبغض الآلهة التي تعبدها. احفظ ذلك في ذاكرتك، ولا تتوانى عن بذل أقصى ما بوسعك. بإمكانك الإدلاء بذلك في شهادتك. لنذهب يا جالوس. ستندمين على تصرفك هذا يا هيلين، سترين. لن تستطيعي أن تكوني عقبة في طريقي. أمرك يا صاحب الفخامة. اكتب. في عهد الإمبراطور كبير الآلهة هادريانوس، وفي عهد صاحب الفخامة ديوكليتيانوس حاكم فيلادلفيا، خرج 6 من مستشاري الحاكم، وأسماؤهم ماكسيميليانوس، تلميخا، يومانيس، سودينانوس، مارتينوس، وديميسيوس. خرجوا عن دين الرومان ورفضوا الإقرار بالعبودية لكبير الآلهة الإمبراطور، واتبعوا دين النبي المزعوم والموسوم بعيسى الناصري، ثم هربوا من السجن إثر خيانة أحد القادة وبمساعدة راع يعرف باسم ما اسم ذلك الراعي؟ أنطونيوس يا صاحب الفخامة. أنطونيوس. لجأوا إلى كهف في جبل أنجلس واختبأوا فيه، لكن جنود الإمبراطور عثروا عليهم، وبأمر من حاكم فيلادلفيا صاحب الفخامة ديوكليتيانوس حبسوا في ذلك الكهف ليموتوا جميعا جوعا وعطشا، وأصبح ذلك الكهف مقبرة لهم. احفروا هذا النص
على لوح من النحاس وليحفظ في خزانة القصر كوثيقة تاريخية، ليكون مصير هؤلاء الخونة عبرة للآخرين. أمرك يا صاحب الفخامة. ادعوا الله فقط، فبيده تدبير الأمور. اسألوه وحده فقط، فسرعان ما يجيب. أيها الواعظ، لما كلما ندعو لا يستجاب دعاؤنا؟ ادعوا الله كما علمكم، ولا تدعوه كما يدعون جوبيتر، فينوس، ميترا وإيسوس وغيرهم. تعلموا عبادة الله من هؤلاء الأعزاء، ففي أوج الخطر لم ينفكوا عن الدعوة إليه. فقد قال الله للمسيح: يا عيسى، قل لظلمة بني إسرائيل ادعوني بقلب طاهر وذهن خال من الشرك وفعل حسن، وتيقنوا أنه سيستجاب لكم ما فيه مصلحتكم. وقال الله لعيسى: يا عيسى، اغسل بالماء منك ما ظهر، وأما باطنك فطهره بالحسنات فإنك إلي راجع. وكن ذليل النفس عند ذكري ويقظانا عند نوم الغافلين. كن يقظا. والآن قولوا لي من منكم هكذا: إني أشهد أن صاحب الفخامة ماكسيميليانوس وأصحابه عاشوا هكذا، إنهم كانوا مؤمنين حقاً ولم يخطوا خطوة إلا في سبيل الله. لقد مرت 3 أشهر على رقودهم في هذا الكهف. تعالوا ندعو لهم جميعاً بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا الرب ممن يواصل دربهم. إلهي، لقد اجتمع هؤلاء الفتية لنصرة دينك، وفقنا للسير على خطى شهداء كهف أنجلوس. آمين. واحشرهم مع أنبيائك وأوليائك الصالحين. آمين. وصلاتك وسلامك عليهم. آمين. أمه، لا تقلقي أبداً يا أمه، فسأرعاك أنا بنفسي. لقد قتل أبي في سبيل الله. نعم يا عزيزي، نعم. أين تذهبون؟ لا يحق لكم أن تدخلوا. توقفوا، أخاطبكم أنتم. ارجعوا، ارجعوا. لا يحق لكم أن تدخلوا، ارجعوا. يجب أن نفتش هذا البيت بأمر من صاحب الفخامة جوليوس، فسكان هذا البيت متهمون بكونهم من الموحدين. يا إلهي، ماذا حدث؟ هم
أرى أن السيدة هيلين مضطربة. ماذا تريد يا عديم الحياة؟ ستتكرر هذه الحالة دائما. فالبيت الذي يذكر فيه اسم عيسى المسيح ويعبد فيه إله غير آلهة الروم يفقد الهدوء والاستقرار. هيا. ومتى ما انتهيتم من التفتيش فاغرب عن وجهي. أحسنت يا بطرس. كانت إصابة رائعة. واصلوا التمرين، لماذا توقفتم؟ واصلوا التمرين. ماذا تفعل هنا يا جالوكس؟ لي كلام معك. إنك تعلم جيدا أن وجودك هنا لا يخلو من الخطورة. تواجهنا قضية مهمة، لا أدري أتساعدنا أم لا. أتشك في صداقتي؟ كنت تحب صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، أليس كذلك؟ أنا مدين له بنفسي وحياتي. وهل ترد له هذا الدين لو لزم الأمر؟ أترده يا بطرس؟ هذا من واجبي. ما الذي حصل؟ قل لي يا جالوس. سأقول لك. هل أنت مستعد للتضحية للحفاظ على شرفي وكرامة صاحب الفخامة ماكسيميليانوس؟ أنا مستعد للتضحية بنفسي من أجل صاحب الفخامة ماكسيميليانوس. امسكوه! امسكوه! اقبضوا عليه! لا تدعوه يفر! اقبضوا عليه! امسكوا هذا المجرم!
سيدتي. 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 سيدتي البشرى. سيدتي. سيدتي. ماذا حصل؟ أين سيدتي هيلين؟ أظن أنها في المكتبة. في المكتبة؟ يا جالوس. ماذا حدث يا جالوس؟ سيدتي جوليوس، لقد قتل جوليوس. هل قتل؟ شكرا للرب. شكرا للرب. كان يجب أن ينال جزاء أعماله. شكرا لله. شكرا لله. وكيف مات يا جالوس؟ بطرس يا سيدتي. بطرس. لقد قتله بطرس البطل. بطرس. بطرس. أجل. وأين هو الآن؟ بطرس. لقد ضحى بنفسه في سبيل الله. يا صاحب الفخامة، لن يجرؤ أحد بعد الآن أن يلحق أدنى أذى بالسيدة هيلين. كن مطمئنا. إلهي من على بطرس البطل برحمتك الواسعة، واحشره مع أنبيائك. سيدتي لقد مات شجاعا. الخيانة تلو الخيانة. لقد التف حولي جمع من الخونة، ففي وضح النهار وأمام أعين الناس يقتل أسير أعتقه الخائن ماكسيميليانوس قائد الجيش في فيلادلفيا. بالأمس كان المستشارون الخونة والقائد العسكري الخائن فيدياس، واليوم جاء الدور لبطل سوح الترفيه. حسنا، قولوا لي بأي شخص يمكنني أن أثق بعد؟ يا صاحب الفخامة، إن المسيحيين يقفون وراء كل ذلك، وطالما حذرتك أنا وجوليوس من ذلك. بدلا من أن تحذرني كان من الأفضل أن تقف أمام دعوة المسيحيين. مولاي، إن الحادث المشؤوم الذي وقع في القصر أدى إلى ترسيخ هذا الدين. لقد انتشروا في كل مكان، وأخذ عددهم يزداد يوما بعد آخر. وماذا تفعلون أنتم يا كهنة المعابد؟ لماذا لا تبينون للناس عظمة جوبيتير العظيم وأبولون وغيرهم؟ يا صاحب الفخامة، لقد بذلنا ما بوسعنا ولكن دون جدوى. كلما سعينا أكثر كلما كانت النتيجة أقل. أوهام، نسج أوهام. من يدري، لعل هذا الدين الجديد قد تفشى في أوساط كهنة المعابد أيضا. ومن يثبت أنك لست خائنا، أو أنت، اقتلوهم جميعا، اقطعوا رؤوس كل أتباع هذا الدين الجديد، ولا تبقوا شخصا واحدا منهم، اقتلوهم! هيا تحرك، قلت لك تحرك، أسرع، لا تتوقف، تحرك، أسرع، تقدم، هيا تقدم. تحية لصاحب الفخامة ديوكليتيانوس. قبل 3 أيام وبعد عودته من سفره إلى أورشليم، مات كبير الآلهة الإمبراطور هادريانوس. ماذا قلت؟ لقد مات الإمبراطور هادريانوس قبل 3 أيام. ساعدني يا جوبيتير العظيم، كيف أتحمل هذه المصيبة؟ لقد كان كل أملي في روما. أنا
أنا لم أتمكن لحد الآن من القضاء على الخيانات في الداخل، فكيف سأواجه مؤامرات روما ضد حكومتي بعد الآن؟ من هو الإمبراطور الجديد؟ أنتنن يا صاحب الفخامة، لقد انتخب مجلس الشيوخ أنتنن الولد المتبنى لصاحب الجلالة هادريانوس. تحية لمجلس الشيوخ في روما، وتحية لأنتنن العابد الزاهد. أنا واثق من أن علاقتي بأنتنن ستكون أقوى من علاقتي بهادريانوس نفسه. لقد قبل منصب الإمبراطور مكرهاً يا صاحب الفخامة. إنني أعرفه جيداً، ذكي جداً. إنه يظهر خلاف ما يبطن، إذ إنه يأخذ ما يريد دون أن يطالب به. بهذه المناسبة سنقيم حفلا لمدة أسبوع اعتبارا. لكنك يا صاحب الفخامة نسيت الإمبراطور الفقيه. لا 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 لا. في البداية سنعلن يوم حداد عام على الإمبراطور الفقيد، وليبقى الحفل إلى ما بعد ذلك. نعم، ليبقى الحفل إلى ما بعد ذلك، فليبقى فيما بعد. خبر سار يا سيدتي، خبر سار سيدتي، خبر سار. ماذا حدث يا جالوس؟ أي طاغية ذهب لجهنم هذه المرة؟ هادريانوس يا سيدتي، كبير الآلهة هادريانوس. شكرا للرب. لعنة الله علي، لعنة الله علي. إن زيارته المشؤومة سببت الكثير من المصائب والشقاء لسكان فيلادلفيا. لعنة الله عليه وعلى آلهة الرومان. آمين. حقا أتدرين من الذي حل محله؟ لا، من يكون؟ أنتنن يا سيدتي، فمجلس الشيوخ في روما انتخب أنطونيوس الابن المتبنى لهادريانوس إمبراطورا. ما الفرق؟ فهذا لا يختلف عن غيره، أحدهما أسوأ من الآخر. لقد مضى 20 عاما وأصحاب الكهف يرقدون في ظل رعاية محبوبهم، وكما أن الذين يعيشون خارج الكهف لا يعلمون شيئا عن أصحابه، فإنهم أيضا لا يعلمون شيئا عما يجري في خارج الكهف وما تكتبه يد القدر من أحداث. وفي هذا الحين تنطوي صفحة حياة دقيانوس على يد جبار طاغية مثله. عن أي شيء تبحث يا إركميد؟ أبحث عن إنجيل والدي. إن الإنجيل المكتوب على جلد الحيوان فقد بعد ذهاب والدك، أما الإنجيل الذي هو بشكل كتاب فإنه عندي. سيدتي، سيدي إركميد. ما الخبر يا جالوس؟ أتسمعان الضجيج؟
نعم المدينة مضطربة. نعم لقد قتلوا والدك دقيانوس. لا أدري ماذا أفعل، لا أدري هل أعزيك أم لا. على كل حال إنها مذابح رهيبة. أحقا ما تقول؟ نعم، إن جنود ماركوس كورينيوس قضوا على كافة المتمردين، ودقيانوس كان أحدهم، وبادروا إلى اعتقال كل من تربطه أدنى آصرة به. في النهاية قتل أبي على يد أشخاص قدم لهم خدمات كثيرة. أترى يا ماكسيميليانوس، بعد 20 عاما انتقم الله من قاتلك. أعتقد أن وضع الموحدين سيصبح أفضل من السابق. لا لا يا ولدي، كما أن أوضاعهم لم تتحسن في عهد أنتنين أنطونيوس المقدس بالظاهر، فإنها لم تتغير في عهد ماركوس أبدا. نعم لن تتغير. أدعو الله فقط ألا تسوء أكثر. يا إلهي، هل سيأتي اليوم الذي تتحسن فيه أوضاع الموحدين؟ لقد قدمنا الكثير من الضحايا على هذا الدرب، وتحملنا الكثير من المصاعب، وحتى لو أصبحت الأوضاع أسوأ من الآن فسنواصل السير على هذا الدرب. بعد موت دقيانوس سادت الفوضى والاضطرابات أرجاء المنطقة، وأخذ التمرد يعم كافة أرجائها، واستغلت هيلين وولدها إركميد هذه الفرصة ليواصلوا السير على طريق فتية كهف أنجلوس، ونشر عقيدة التوحيد من خلال الحضور في المجالس المختلفة وإرشاد الناس إلى طريق الصلاح، واستمروا في ذلك لحين اقتراب أجل السيدة هيلين الزوجة المؤمنة والوفية لماكسيميليانوس ورقودها على فراش الاحتضار. ولدي إركميد، زوجة ولدي الحنونة وحفيدي الحبيب ديفيد، أنا سعيدة من أنني أمضي إلى الآخرة وأنا على إيماني. دعوني أكشف لكم عن حقيقة. إنني لحد الآن لم أصدق موت زوجي، وكنت على الدوام بانتظار عودته. لا أدري لماذا. أرجو منكم أن تدفنونني عند سفح جبل أنجلوس. أريد أن أكون بالقرب منه. ولكن يا أماه، إن صحتك. لا تقاطعني يا ولدي، فالفرصة قصيرة، ورجائي الآخر هو أن تبقوا أوفياء للدرب الذي سار فيه زوجي وبقية الموحدين الذين ضحوا بأرواحهم.
وتيقنوا بأن الحق سينتصر في النهاية، سينتصر في النهاية. سيدتي، فترة حكم الإمبراطور ماركوس كورنيوس الذي حكم بعد أنتن دامت 20 عاماً، وخلال هذه الفترة صلب جالوس العجوز الذي تجاوز عمره 100 عام. الإمبراطور ماركوس الذي كانت إمبراطوريته تتعرض لهجمات من الشرق والغرب لم يغفل لحظة واحدة عن قمع وقتل الموحدين. وبعد قتل الإمبراطور ماركوس تسلم مقاليد الأمور كيميد الذي لم تدم فترة حكمه سوى عدة أيام. وعندما قتل الإمبراطور كيميد على يد إمبراطور آخر، كان إركيميد في فيلادلفيا يحتضر على فراش الموت، وقد أوصى ابنه عند وفاته بأن يواصل إحياء ذكر جده الشهيد ماكسيميليانوس وأصحابه، وأن يثبت على الصراط المستقيم، وأن يقارع عبادة الأصنام. وإثر قتل الإمبراطور كيميد اضطربت أوضاع الإمبراطورية، وفي ظل هذه الفوضى والاضطرابات توقفت عمليات ملاحقة وتعذيب الموحدين، وشيئا فشيئا انتشرت الأفكار المسيحية في كل مكان، وأخذ أتباع النبي الناصري يزدادون يوما بعد آخر، وباتت الكنائس تظهر بشكل علني وتزداد. وللأسف الشديد، فإن المبشر المسيحي ومن أجل جذب الآخرين استسلم أمام العقائد المنحرفة للرومان، حيث قبل الكثير من عقائدهم، مما سبب انحرافاً جذرياً في الدين المسيحي. الموحدون عاشوا فترة من الهدوء دامت نصف قرن، إلى أن شاء القدر أن يتسلم السلطة شخص يدعى داسيوس، ليعم القتل والذبح والتعذيب والنار كل مكان مرة أخرى. داسيوس لم يحكم أكثر من 2 عامين، حيث قتل على يد هادريان. فترة حكمه كانت من أسوأ الفترات في تاريخ المسيحيين، إذ قدم الكثير من الموحدين كقرابين لآلهته، ولكن القدر لم يكن ليخلد هادريان على العرش، فشابور الساساني أعد جيشاً كبيراً وهجم على ثغور الدولة الرومانية. انشغال هادريان بالحرب مع شابور أدى إلى توقف عمليات ملاحقة وتعذيب وقتل الموحدين. هادريان يقع أسيراً بيد قوات شابور بعد هزيمة جيشه. موت هادريان أدى إلى أن يتنفس الموحدون الصعداء لمدة من الزمن، وإلى أن تصبح نشاطاتهم أكثر تنظيماً عما كانت عليه في عهد داسيوس،
وإلى اتساع نفوذ كنيسة روما وإطلاق اسم البابا على كبير قساوسة الكنيسة. والبابا تعني هنا الأب. الأباطرة الرومان يخلف أحدهم الآخر، والموحدون يزدادون عدداً ونفوذاً. وبعد مضي 200 عام على عهد ماكسيميليانوس وأصحابه، اعتنق الإمبراطور الروماني قسطنطين الدين المسيحي. وبهذا الشكل طأطأت الإمبراطورية الرومانية رأسها للدين الجديد، وذلك بعد 300 عام من ظهور السيد المسيح. فيلادلفيا بعد 300 عام. وعندما يبعث الأموات للحساب، فإن الأعمال الصالحة هي الكفيلة بنجاتكم، وبدون شك فإنكم في اليوم الموعود ستتذكرون ما عملتموه في الدنيا، وستندمون على كل سيئة فعلتموها. وفي ذلك اليوم سيتمنى كل إنسان لو أنه لم يعمل ذنباً ولم يظلم أحداً أبداً. أيها الأب، الناس يتساءلون كيف يحيي الله الموتى، وهل رأى أحد ميتاً بعثت فيه الحياة من جديد؟ أجل، شهد ذلك، أجل، فإن الله أحيى الموتى على يد سيدنا المسيح. إنها حوادث تاريخية تعود لعهود مضت، من الأفضل أن تحدثنا عن الحاضر وليس عن الماضي. وكيف نؤمن الآن ببعث الأموات أيها الأب؟ إلهي، نور قلوبنا بنور هدايتك. ولكن أيها الأب، أريد أن أعرف كيف يحيي الله الموتى، وهل إن هذا السؤال يعد ذنباً أو نقصاً؟ اسمحوا لي، أنا أيضاً لدي سؤال. هل صحيح أيها الأب فيلوس ما يقال عن أن أجساد شهداء كهف أنجلوس لا زالت سالمة ولم تتفسخ؟ وما علاقة ذلك بسؤالي؟ تريث قليلاً. لو كان ذلك صحيحاً فسيكون متعلقاً به تماماً، فإن الله القادر على حفظ جسد الإنسان لمئات من السنين يقدر بلا شك على إحياء الأجسام المتفسخة. أنا سأحقق بهذا الخصوص، وسأطلعكم أكثر على موضوع شهداء كهف أنجلوس. إلهي، أنزل علينا من رحمتك وأظهر نورك المبارك على فاران، النور الذي سيكون أعظم من نور طلعتك في ساعيرة وطور سيناء. يا جدة، نحن نعرف معنى ساعير، إنه الجبل الذي تجلى فيه النور لسيدنا عيسى المسيح، أصحيح؟ أحسنت، هو كذلك. طور سيناء هو جبل سيدنا موسى حيث كلمه الله هناك، أصحيح؟ نعم، أحسنت. لكنك ذكرت اسم فاران ولم نسمع باسم فاران من قبل. فاران اسم مكان سيظهر فيه خاتم الأنبياء بعد سيدنا المسيح. يا جدة، وهل سيأتي نبي بعد سيد المسيح؟ نعم يا ابنتي العزيزة، سيظهر نبي آخر بعد سيدنا المسيح، اسمه أحمد. يا جدة، ومتى سيظهر؟ لا أدري، وكل ما أعرفه أن أتباعه أحسن الخلق. يا سيد أريوس، لقد جاء الأب فيلوس. قولي له أن يتفضل. حسنا، يكفي هذا لليوم.
فالأب فيلوس يريد أن يتحدث معي وسأراكم في الغد. اذهبوا الآن، اذهبوا إلى الغد. تحية لأريوس الكبير. تحية لك، كنت بانتظارك، لقد سرني مجيئك. إن هذا من لطفك. وأين هي ماري؟ إذ لم أرها بين أحفادك. لقد ذهبت لزيارة عمها خارج المدينة وستعود في الأسبوع المقبل. حقا إن حفيدتك ماري هي آية من آيات الله، إذ جمعت الإيمان والتقوى والعلم، إنها مثال يقتدى به. هذا منتهى لطفك، تفضل تفضل أيها القسفيلوس. ليس لدي فرصة للجلوس، فعربتي عند الباب. أريد أن أرافقك إلى كهف أنجلوس إن كنت موافقا. ولماذا كهف أنجلوس؟ سأوضح لك ذلك في الطريق. من الغريب أنك لم تذهب لحد الآن إلى الرقيم وجبل أنجلوس. قلما أسافر، فلم أخرج من فلادلفيا إلا ما ندر. ولولا أنني أريد شرح قصة استشهاد جدك الأكبر السيد ماكسيميليانوس وأصحابه للناس في مراسم الموعظة، لعلني لم أوفق لمرافقتك في هذا السفر. سأقص عليك قصة شهداء الكهف. تناقلنا هذه القصة أبا عن جد وحفظناها. لقد أوشكنا على الوصول. ها هو جبل أنجلوس. هذه المنطقة ليست غريبة علي، لقد رأيتها من قبل. لكنك قلت إنك لم تأتي إلى هنا. هو كذلك. على مالك. وهذا هو جبل أنجلوس الذي كنت مشتاقا لرؤيته. أكرر قولي، لا أدري لما أشعر أني رأيت هذا الجبل من قبل. نعم، على أي حال فإن الكهف المخيف الذي لا يجرؤ أحد على دخوله هو هناك. الآن تذكرت، ففي إحدى الليالي رأيت هذا المكان في منامي. نعم، رأيت نورا ساطعا يخرج من المكان الذي أشرت إليه، وخرج منه رجل ثم نزل إلى سفح الجبل ووقف أمامي حينها استيقظت من النوم.